صباح الخير، كيفكم؟ شو الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. أكلة جديدة هي عبارة عن بطاطا مسلوقة. أنا ما هرستها كتير، عليها شوية لبن وعليها طحينة. طبعا ممكن تضيفوا عليها هي الطحينة ولبن، بنحط عليها زيت نزينه بخيار. هاي اللبن. هلا من فوائد البطاطا المسلوقة، تقي من سرطان المعدة، حيث بينت الأبحاث الحديثة أن البطاطا لها فوائد صحية أكثر مما نظن في السابق، إضافة إلى غناها بالنشويات البطيئة الاستقلاب والحرق والتي تساعد على ضبط السكر في الدم وعلى خفض وزن الجسم، وأيضا دورها في شفاء التهاب المعدة والقرحة الهضمية. ملاحظة لما بنحكي نحن عن البطاطا، عادة الجلوتين الموجود بالقمح والسلم والشعير والشوفان، في عنا مو موجود الجلوتين بالرز والذرة والتابيوكا والبطاطا. ولكن لما نحن بنحكي عن حمية الكيتو، فأكيد بدك تبتعد عن البطاطا. بالنسبة للي بده يتناول البطاطا ويوقف خبز، أكيد بده ينزل وزنه أكثر من اللي عم يتناول خبز، مشكلة بالنسبة للخبز. ولكن كمان لازم تعرفوا بالمقابل إنه البطاطا مش هالقد، أنا مش هالقد بتنزل الوزن، ولكن تذكر المعلومة وفي ملاحظات تانية ممكن أذكرها عليها. أيضا إلى دور في شفاء التهاب المعدة والقرحة الهضمية، غنية بفيتامين سي، المواظبة على تناولها مطهية بالبخار معدل 100 جرام يوميا. هلأ هون مشكلة شوي بالنسبة للفيتامين سي، لأنه هو سريع التأكسد والتفكك. تساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة إن تناول المزيد من أنواع الخضروات الأخرى مثل البصل والقنابيط يخفض خطورة الإصابة بسرطان المعدة بنسبة الثلث قياسا لمن يتناول هذه الخضروات. فوائد البطاطا المسلوقة للمعدة، تنوع أشكال وطرق أعداد وطبخ البطاطا، في كتير إلى طرق تناول البطاطا المسلوقة. إلنا بيفيد في تنظيم نسبة الحموضة بالمعدة، تساعد في توقف الألم في الأمعاء والمعدة الناتج عن الحرقة والحموضات. تعمل البطاطا المسلوقة على امتصاص حمض كلور الماء، حموضة أسيد المعدة الهيدروكلوريك. تفيد في ترسيب طبقة نشا البطاطا على مكان القرحة، والتي تشكل حماية للمعدة من الجراثيم والأسد المسمات، جراثيم المسمات الهيليكوباكتر. تعتبر البطاطا المسلوقة غذاء صحي يعتمد عليه في معالجة القرحة الحاصلة في الجهاز الهضمي بالأمعاء والمعدة. هلا طبعا أنا الفيديوهات عم تنذكر، لنتابع آخر الفيديو لنقول وجهة نظري بالنسبة لهذا الموضوع، لنشوف بأي زمر بتفيد وأي زمر ما بتفيد. يفيد تناول البطاطا المسلوقة في تقوية العظام والمفاصل. هون هذه الملاحظة مرة ذكرت أنا في بعض في أكلي، هي إذا كون فيها بطاطا وباذنجان وبصل وبندورة، هي بالنسبة للمفاصل أنا تعليقي عليها بالنسبة لهذه المعلومة، لا، البطاطا الباذنجان البصل البندورة ضارة. تمام. طبعا تحتوي على عدة عناصر غذائية مهمة كالحديد، الكالسيوم، الفوسفور، الزنك، الذي يساعد في إنتاج مادة الكولاجين المهمة لنمو حيوية الجلد. تعمل البطاطا المسلوقة على تلطيف وتهدئة الأمراض التي تصيب الأمعاء الغليظة وثوران الكولون، والتي تسمى Irritable Bowel Syndrome. أظهرت الأبحاث ودراسات صينية حديثة أن تناول البطاطا المسلوقة بالبخار ذو تأثير في الوقاية والحماية من الإصابة بسرطان المعدة، لما تحتوي بكمية عالية من فيتامين سي. إلنا فيتامين سي سهل التأكسد والتخرب. تفيد البطاطا المسلوقة بإزالة النفخة والمغص في الجهاز الهضمي، تفيد بإدرار البول وفي تفتيت الحصى والرمل. مثل ما قلنا البطاطا المسلوقة كمان تمتص سموم الجسم. أفاد باحثون بأن أكل البطاطا المسلوقة في الماء بغير إضافات وبدون ملح هو أحدث طريقة طبية لإنقاص الوزن، ولذلك لأنها تحتوي على مواد تستطيع امتصاص الدهون من الجسم بطريقة لا تضر الإنسان. برجع لها النقطة، إذا الشخص عم ياخد حمية كيتو، عم يخضع لحمية كيتو، فلا، لا يفضل تناول البطاطا، لا يفضل كل تناول الأنواع الخضار اللي تنبت تحت الأرض مثل الشمندر اللي بسموه بانجر، البطاطا، الجزر، هدون. ولكن إذا أنت متبع نظام أنه اليوم بتاكل نشا يوم بتاكل بروتين،
فأكيد ما بيصير في ضعف في عمل الإنزيمز اللي لما بناخذ يعني مثلا كربوهيدرات نشا بطاطا يعني مثلا مع لحوم نفس اليوم، ففي يصير صعوبة. لهيك يفضل بنفس الوجبة لا تأكل بروتين مثلا مثل اللحوم يعني مع نشا كربوهيدرات مثل البطاطا. إذا بعد تركتهم كل شيء بوجبة بيكون أحسن. وفي ناس بيعتمدوا يوم مثلا يأكلوا بروتين يوم ناكلوا كربوهيدرات، هون بتزبط هذه الفكرة. أشار خبراء التغذية والنظم العالمية للرجيم إلى أن البطاطا المسلوقة فيها مادة قادرة على امتصاص كل السموم من الجسم وتعالج ولا تضر بالقلب، ولها فوائد أخرى يستفيد منها الجسم. شأنها شأن عسل النحل التي تقي من يتناولها شر الإصابة بمرض السرطان. ذلك الاحتواء على المواد الغذائية الأساسية للجسم مثل المعادن، الحديد، الكالسيوم، بوتاسيوم، فوسفور، نحاس، بالإضافة إلى فيتامين سي. وهي غذاء ممتاز لمريض السكري بشرط الله يكثر من أكلها. بالمجمل مثل ما قلنا أنه ممكن ضفت علي أنا زيت زيتون، راح أحكي أنا بالمجمل عن فوائده. أضفنا لبن رائب. تناول اللبن الرائب يساعد على التخلص من مشكلة تراكم الدهون في منطقة البطن. الكرش يحتوي على بكتيريا نافعة تساعد في الهضم والتخلص من الانتفاخ، وتعمل على تطهير المعدة من الفضلات وتخليص الحلق من البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة. فضل تناوله في الليل أو ما قبل النوم لأنه بيساعد على النوم ويحرق الدهون في الجسم ويقوي العضلات، لذلك لأنه غني بالكالسيوم الذي يساعد على تحفيز الجسم على حرق الدهون وعدم تكوين كميات جديدة منه، في حين أن الغذاء قليل الكالسيوم يزيد من إنتاج إنزيمز منتجة للدهون. هو غذاء علاجي، فعاليته في تقليل الإصابة بسرطان القولون، قدرته على زيادة نشاط الجهاز المناعي، قدرته على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، مقاومته للالتهابات الطفيلية. بروتين موجود فيه يستطيع خفض ضغط الدم. يتوافر فيه الفيتامينات الضرورية للحياة B1, B2, B3, B5, B6, B12, A وكي. تتركز مادة اللبن في مادة اللاكتوز باشيلوس، وهي ميكروسكوبي الحجم، يهاجم الكائنات غير المرغوب فيها، وهي تفيد في تطهير الأمعاء وتقضي على ما مقداره 85% من الجراثيم الضارة بها. يعد من الأطعمة سهلة الهضم، فهو أسهل من الحليب واللبنة. يحتوي على قيمة غذائية عالية، فهو أنسب طعام للمسنين. ذو فائدة علاجية وغذائية ووقائية لأنه يزيد المناعة وقدرة التحمل، ويعمل على تقوية الجهاز الهضمي والدورة الدموية. يؤخر أعراض الشيخوخة وترطيب البشرة ونضارتها وجمال العينين. خط دفاعي قوي يوقف ترسب الكوليسترول على جدران الشرايين وخاصة التي تغذي القلب والمخ. يساهم في التجديد الدائم والحيوية الثابتة وجمال المظهر وسلامة الأجهزة من الأمراض. يقوي المعدة ويقطع الإسهال ويخصب البدن ويسكن الحرارة. يتلف العصيات الكولونية في المعدة والأمعاء. مفيد في حالات التهاب الكبد والكلى وضعفهما وتخمرات المعدة، حيث أنه طارد للغازات. يضر البول ويكافح الحصى في المثانة. إنه مضر للبول، يكافح الحصيات في المثانة والكلى ويذيب الرمال. مفيد لحالات تصلب الشرايين والوهن، يهدئ الأعصاب. هلأ من الأشياء اللي أنا ضفتها بالإضافة لنا، ضفنا اللبن، ضفنا عليه كمان الطحينة. الطحينة هي عادة السمسم بعد ما ينطحن، عادة بالمجمل الطحينة تعالج التهابات اللثة وتقرحات الفم، وذلك بوضع طبقة من الطحينة على اللثة أو مكان التقرح. إذن نرجع نحن بالنسبة للفوائد، خلينا نعددها. طبعا أنا ضفت عليه كم شغلة، هلأ رح أحاول كمان أحكي عنهم. من فوائد البطاطا، اذا هي غنيه بالانتي اوكسيدانت، مضادات الاكسده. بالنسبه لالتهاب المفاصل انا عندي عليها ملاحظه على الموضوع. تقي من الامساك اكيد، تقي من حموضه المعده والتهابات المعده، وقلنا بالنسبه للسرطانات. هلا بالنسبه للخيار الموجود فيكم تاكلوا جنب بصل. هلا نحن كل هذا الفيديو لناخر شيء، بترجعوا على القناه الاولى
لنشوف الموضوع من ناحيه من وجهه نظر زمر الدم. فممكن تاكله مع مخللات، وهلا انا حطيت خيار يقوي المفاصل والانسجه. الخيار مفيد جدا للثه والاسنان لاحتوائه على الالياف الغذائيه، يساعد على مقاومه الخلايا السرطانيه في الجسم، يساعد الخيار على التحكم بضغط الدم، يساعد على ترطيب الجسم وضبط درجه حرارته، يعمل بمثابة مدير للبول ويساعد على تقليل الوزن، مفيد جدا للمرضى السكري، يساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، يساعد في التخلص من حرقة المعدة وتسهيل عملية الهضم، واستخدم في علاج حالات الإصابة بالدود الشرطية ويهدئ من التهابات الحلق. يخفف إذا من ألم الكولون، يعالج مشكلة الإمساك المزمن اللي معهم إمساك، لازم يأكلوا خضروات، خصوصا الخضروات اللي فيها نسبة عالية من الماء مثل الخس الخيار، وخفف من إمكانية الإصابة بسرطان الكولون. كل شيء بينشط حركة الأمعاء أكيد رح يخفف من إمكانية الإصابة بسرطان الكولون. حاد بالنسبة للخيار، قلنا مدير للبول، مرطب للجسم، يتحكم في ضغط الدم، يقاوم الخلايا السرطانية، يهدئ من التهابات الحلق، يخفض نسبة الكوليسترول، يسهل عملية الهضم، وهو مفيد للثة، يقضي على رائحة الفم الكريهة، غني جدا بالماء، يحافظ على صحة الدماغ، وقاية طبيعية من الأورام، يحافظ على مستوى السكر في الدم، غني جدا بالفيتامينات والمعادن، يساعد على خسارة الوزن. قلنا كمان وجود اللبن الرائب بهالأكلة يقوي المعدة، واللبن يساعد على الهضم الجيد، وكافح سيئات الكلية، يسكن الحرارة، يعطي إحساس بالشبع، مرطب ويقلل الشعور بالشبع. ممكن يتناولوا الناس اللي عندهم قلاع، تحطوه مع العسل. طبعا اللبن لما بيفصل، هذا السائل الموجود يسمى مصل اللبن، الوي بروتين. مصل اللبن غني بالفيتامينز والمعادن، اشربوه. بس طبعا انا هلا راح عم بحكي اخر الفيديو، بيكون اخر الفيديو لنعرف مين بيفيد من الزمر الدمويه. طبعا ما لازم تكبه، لازم ترجع تخلطه مع الزبادي، لانه اذا تركته فتره بالبراد بتشوفه يفصل، ما تكبه، لانه كتير بتكون ازدادت فيه الخمائر لعلاج عسر الهضم بالامعاء. تناول الزبادي مثل ما قلنا يساعد على حل مشكلة تراكم الدهون في منطقة البطن. من الفوائد اللي حكيتنا هلأ فيها كمان اضفنا نحن طحينة، مفيدة جدا لمرضى فقر الدم لانها غنية بالحديد. من بعض فوائد الطحينة تفتيح البشرة، في وصفات ممكن رح اذكرها هون معلشي على القناة الثانية، هي مخصصة للوصفات الشعبية. تفتيح البشرة يضاف إلى ماء ورد وحليب ونشا وليمون وزيت لوز، تستخدم كماسك. فوائد الطحينة السائلة، تستعمل التخلص من تشكل الخراجات عن طريق التدليك بقطنة. طبعا أكيد هلا بهالعصر مش رح نستخدم هيك شيء. معالجة كمان التهاب اللثة، بوضع كمية من الطحينة وتوزيعها كطبقة على اللثة، تعمل التخلص من الدمامل، تعمل على التخلص من الدمامل، تقليل انتشارها وحتى رجوعها مرة تانية. مثل ما قلنا بالموضوع، أنا مش رح أذكر الموضوع، تستخدم لعلاج مشكلة تشقق الشفاه عن طريق دهن البشرة، تساعد على تصفية الوجه، زيادة رطوبته ونضارته، تعتبر العلاج مهمة للتخلص من التهاب الحلق واللوزات، وذلك عن طريق استعمالها كغرغرة أو عن طريق بلعها. وللحصول على نتائج جيدة يستحسن استعمالها قبل النوم لظل أثرها داخل الحلق. خلطات طحينية للجسم ممكن يستخدموها الناس لنفخ الخدود. أنا ما بحكي عن الموضوع، عم بحكي كتسكر كطاع يعني بشكل عام، عرفت علي كيف؟ ما كتير إلي أنا تعليق على هذا الموضوع، ولكن أكيد البشرة رح تكون أكثر نضارة وإشراقا إذا استخدمت طحينة مع للبشرة مع ماء الورد. طبعا في وصفات كتيرة بين هذا الموضوع، فيها مرة وفيها طحينة وفيها ماء ورد. هاي بعض الفوائد بالنسبة
الطحينة قلنا تعالج فقر الدم، الأنيميا يعني تعالج التهابات اللثة وتقرحات الفم، تساعد على التخلص من الدمامل، تخفض ضغط الدم، تمنع ظهور التجاعيد، وتمنح الوجه نضارة طبيعية، تحمي من أمراض القلب وتصلب الشرايين، تعتبر مصدر مهم للكالسيوم لبناء العظام، تحمي من تلف الحمض النووي، مصدر جيد للبروتين، تساعد في علاج الإمساك، تعالج هشاشة العظام كونها غنية بالكالسيوم، كما تحمي الخلايا من التليف من التلف وتنشط هرمونات الجسم باستمرار. من الأشياء اللي ممكن نضيفها، هلا حكينا عن الموضوع، من الأشياء اللي ممكن نضيفها هو عليها نضيف النعناع اليابس، شوية نعناع يابس. أوكي، من فوائد النعناع يقضي على اضطرابات الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم، مقاومة الشعور بالغثيان، علاج احتقان الحلق وحساسية الجيوب الأنفية والقضاء على السعال، يعالج التهابات اللثة والحنجرة، الوقاية من السرطان، يساعد على تهدئة الأعصاب والاسترخاء، علاج المغص والإسهال وخاصة عند الأطفال. ممكن نضاف إلى كمان الحبق أو الريحان. هلأ الحبق، في ناس نحن هذا بيتسمى حبق المجفف، في ناس بتسميه ريحان، نحن الاسم الريحان هي اللي يطلق لشيء تاني. مطهر ومضاد للسكري والالتهابات، يعمل على رفع المناعة، استخدم علاج القرحات والتهاب المفاصل وأمراض الكلى ولسعات الحشرات وآلام المفاصل. ومن الاستعمالات الحديثة للحبق أنه طارد الغازات القلق والسعال. من الأشياء اللي ممكن نضيفها أنا كمان هي السماء، اللي في ناس ممكن ما بتعرف السماء. أوكي، بالنسبة للسماء مضاد أكسدي أنتي أوكسيدانت، يحارب الالتهابات، تعزيز صحة القلب والشرايين، تقليل فرص الإصابة بمشاكل احتقان الصدر والسعال ونزلات البرد والإنفلونزا، تسهيل عملية الهضم، علاج اضطرابات الجهاز الهضمي، علاج التلبكات المعوية المختلفة والإمساك واضطرابات المعدة. ليش عادة نستخدم السماء؟ طبعا هذا لونه صاير على أحمر شوي، الأساسي اللي بتكون تحسه فش أو بتكون ما رح نقول أصلي مش مغشوش، يكون لونه بني محمر، يساعد في تقليل فرص الإصابة بمشاكل الجهاز التنفسي واحتقان الصدر والسعال ونزلات البرد والإنفلونزا والتهاب القصبات والشعب الهوائية، مانع للنزيف، مسود للشعر ومقاوم للشيب المبكر، مسكن لآلام اللثة والأسنان، مقوي للمعدة، مانع ومسكن للغثيان، مسكن للعطش، مانع لانتشار الغنغرينا غانغرين بالجسم، فاتح للشهية، يخفض الحمى والحرارة، مقوي ومحسن وظائف الجهاز الهضمي، مدر للبول. مثل ما قلنا له كتير فوائد بالنسبة للجهاز التنفسي، مضاد تخثر الدم، جعله أقل لزوجة لاحتوائه على مضادات الأكسدة القوية، بالإضافة إلى أوميغا 3 يساهم في حماية جدران الأوعية الدموية من التلف. ممكن نضيف له شوية كمون من البهارات اللي ممكن تنضاف. كمان الكمون يساعد في حرق ما يصل إلى 3 مرات أكثر من الدهون في الجسم إذا أضيفت ملعقة واحدة منه فقط على وجبات الطعام. طبعا كان يزرع في الجزيرة العربية، الهند، الصين، مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى استعماله كتوابل، استعماله كدواء، نبات ينمو على مدار السنة. الأجزاء المستعملة للنبات الكمون هي الثمرة. الفوائد استخدامه منشط الجهاز الهضمي، مزيل للمغص، طارد للريح، يساعد يعالج الصداع الناتج عن عسر الهضم والأرياح المعوية والمغص، مدير للبول، يفتت الحصى والرمل، يمنع تقطر البول وخروج الدم في البول، يدر الحليب عند المرضى، يوقف الطمس فالأفضل عند تناوله بكثرة خلال فترة الحيض. ماء مغلي الكمون يصفي البشرة والوجه بالغسيل على أن يكون مرة أو اثنين بالأسبوع، يسرع التئام الجروح والجراحات خصوصا الأنواع البرية منه، جيد للبصر، ممنع قصور النظر والمياه الزرقاء، يوقف نزف الدم من الأنف الرعاف بسبب مادة التنين. مثل ما قلنا له كتير وظائف، الكمون مفيد للدورة الشهرية وصحي للنساء من جميع الفئات العمرية،
حيث له تأثير معروف فعال على الدورة الشهرية بشكل جيد، حيث كمان بيزيد المناعة والقوة الجنسية والجسدية ويساعد على الاسترخاء. مثل ما قلنا ممكن يكون مفيد لتخسيس البطن، يعمل كمون على زيادة حرارة الجسم وبالتالي يزيد من الاستقلاب بالجسم، يزيد عملية الأيض الميتابوليزم فبتصير أكثر كفاءة، يساعد على تخفيف الوزن، إذا تنحيف الجسم، تحسين عملية الهضم عن طريق تحسين امتصاص المواد الغذائية بشكل جيد في الجسم، يمنع تخزين الدهون بالجسم وبالتالي يؤدي إلى تخسيس الجسم، يعمل على حرق الدهون بمعدل سريع وبخاصة التي ترسب على القرش، فهو يعمل على تحسين قدرة الجسم على حرق الدهون بمقدار 25%، لأنه يعمل على تحسين عملية الهضم، مفضل تناوله مع التوابل الأخرى مثل السمر، زنجبيل، اليانسون. هلأ هاد كان بالمجمل بالنسبة لهالأكلة، شايفين هالأكلة البسيطة حاولنا نحكي عنها كتير، هي البطاطا المسلوقة مثل ما قلنا، بطاطا مسلوقة ممكن تعملوها بوري، يعني انه بوري لانه هذه البطاطا ممكن بعد ما تنسلق ممكن تصير بوري، وممكن مثل ما حكينا بالنسبة للبطاطا تتأشر، عادة أنا ما بقشرها، بغسلها مزبوط بس لا ما بقشرها، بتتأشر بتنهرس، بينضاف لبن مثل ما قلنا، طحينة، ملح، توابل، زينت أنا بالخيار بس. هلأ هون ننتقلوا للقناة الأولى، هون بننتقل للقناة الأولى، شو بدنا نحكي؟ بدنا نحكي عن البطاطا بالنسبة لمفهوم زمر الدم. بطاطا بالنسبة لمفهوم زمر الدم، البطاطا الحلوة بالنسبة للزمرة O مفيدة جدا، أما البطاطا على أنواعها غير ضارة بالنسبة للزمرة O، أما بالنسبة للزمرة A تجنب البطاطا، بالنسبة للزمرة B غير ضار، البطاطا الحمراء، البطاطا البيضاء، وبالنسبة للزمرة A B البطاطا الحلوة على أنواعها مفيدة جدا، ولكن البطاطا بأنواعها الثانية، البطاطا الحلوة عم نحكي مفيدة جدا ولكن البطاطا غير ضارة. هلأ ضفنا حكينا عن لبن الزبادي، بالنسبة للبن الزبادي تجنب المقيد، اللبن يعني اللبن الذي يبقى بعد نزع الزبدة منه هو مصل اللبن، إذا اللبن غير مفيد، اللبن غير مفيد بالنسبة للزمرة أو، بالنسبة للزمرة A غير ضار ومفيد جدا بالنسبة للزمرة B ومفيد جدا بالنسبة للزمرة A B. بالنسبة للطحينة، بالنسبة للطحينة هي غير ضارة بالنسبة للزمرة، غير ضارة بالنسبة للزمرة O، ولكن تجنبوها أصحاب الزمرة A، تجنبوها أصحاب الزمرة B، وتجنبوها أصحاب الزمرة A B. بالنسبة للفلفل الأحمر الحريف ممكن ينضاف، ما حكيت عنه، هو تقريبا بده يكون مثلا نقول عن البابريكا، إذا بدك هاي ممكن تاكل معه، ذكرته على السريع معلومة، هو مفيد جدا بالنسبة للزمرة O وتجنبه الزمرة A، مفيد جدا بالنسبة للزمرة B وغير ضار بالنسبة للزمرة A B. حكينا عن النعنع هون، النعنع غير ضار بالنسبة للزمرة O، بالنسبة للزمرة A النعناع الفلفلي غير ضار، تجنب النعناع البري، بالنسبة للزمرة B غير ضار النعناع البري، بالنسبة للزمرة A B غير ضار النعناع البري والنعناع الفلفلي، الفلفلي يعني روح النعناع، تمام. بالنسبة للحبق، هن حكينا عن الحبق أو الحبق، بالنسبة للزمرة O غير ضار، بالنسبة للزمرة A غير ضار، وهو غير ضار بالنسبة للزمرة B وغير ضار بالنسبة للزمرة A B. آخر شيء الكمون اللي حكينا عنه، الكمون غير ضار بالنسبة للزمرة O، غير ضار بالنسبة للزمرة A، غير ضار بالنسبة للزمرة B وغير ضار بالنسبة للزمرة A B. وين هون الملاحظات لنشوف شو عم بيصير نحن معنا، نحن لما عم ناكل أكل وعم نشوف هذه الفوائد كلها اللي حكيناها، واللي هي هون أساسها هون البطاطا، بلا ما بتزبط الموضوع بطاطا مسلوقة، عادة ما بنصح أنه تقشروا البطاطا، إذا قدرتوا تغسلوها جيدا ما بنصح بصراحة أنه تغسل، سوري عفوا تؤشر، الأكيد رح نغسلها مزبوط، متى ما غسلتها مزبوط ما تقشرها.
بنشوف فوائد كثيرة هذه اللي ذكرتها، معلومات قد تصلوا إليها كثير كثير كثير، ولكن بنشوف الفرق ما بين أنت لما بدك تاكل أكلة وقديش بالنسبة لزمر الدم، كيمياء الدم كيف عم تتغير، الكيمياء الدم وعم يشوفوا أنه مفيدة لبعض الزمر وغير مفيدة لبعض الزمر. لهيك بتشوفوا ما في معلومة كاملة أو ما في معلومة بالنسبة لعلم الغذاء مستقرة. هاد كان الفيديو، إن عجبكم الفيديو عملوا لايك شير سبسكرايب فعلوا زر الجرس. أنا تقريبا بعد دقيقة 21 بطلب منكم تقلوا للقناة الأولى، لأنه هناك ما رح خصص شيء طبي مع طب شعبي، عم بذكر معظم على القناة الثانية. القناة الأولى عم يذكر فيها مثل ما حكينا فقط الشيء اللي العلاقة بالزمر بالنسبة للغذاء. هاد كان الفيديو، كان معكم دكتور باسم. إن عجبكم الفيديو عملوا لايك شير سبسكرايب فعلوا زر الجرس.